اسمك ايه؟ اسمي جنة. عملتي المسرح جنة انت. شكرا. انت عارفة انه انت عم بتغني اتخذنا انا وكاظم بصوتك نسينا انه نكبس. انا افتكرت حالي انه كبست وخلص عم تسمع يعني، صوتك كثير حلو، عم تغني بثقة وصوتك هيك فيه شخصية قوية، وحبيت كثير حركاتك انت عم بتغني. جانا، مين علمك الغناء ومين أول حد لفت نظرك؟ ماما. تحية لماما والله. أحسنت يا حاجة، أحسنت. صوتك رائع وغنيتي الأغنية حلوة أوي أوي أوي، برافو عليك. أنت غنيتي أغنية صعبة، يعني محتاج وقفة على المسرح ومحتاج صوت طربي حتى يؤدي مثل هذه الأغاني، وأنا أحيي الثقة والشجاعة اللي تملكوها، وفعلا مسرح ذا فويس نور بيكم، انتم ورود على المسرح وتعطوا للناس محبه وتعطوا للناس فرح. اختاري. طبعا انا مبسوطه جدا ان حضراتكم لفتولي، وطبعا ما كنتش احلم ان انا صراحه مش حاسه حالي عم بحكي طفله، يعني حاسه حالي بانترفيو هيك عم نحكيكي. احنا مبسوطين بحضرتك. شكرا.